عام الدولة العراقية ينصب في إطار الباب الثاني من الدستور الذي كرس الهوية الوطنية العراقية، والذي جعل كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم على نفس القدر من الحقوق وعلى نفس القدر من المسؤوليات. اليوم الخطاب الوسطي، الخطاب المعتدل أيضا، هو خطاب المساجد، هو خطاب الحسينيات، هو خطاب الدولة العراقية، هو خطاب منظمات المجتمع المدني. المشكلة لا تتعلق حقيقة الأمر بهذه المؤسسات، المشكلة تتعلق في جانب التعصب، في جانب الكراهية، في جانب أطراف معينة لا تريد الآخر. وعندما أقول لا تريد الآخر، هي لا تريد المسلم لأن المسلم معتدل، لا تريد المسيحي لأن المسيحي معتدل، لا تريد الصابي لأن الصابي معتدل. هذه الإشكالية اليوم، هذا التعصب يشكل واحد من التحديات الكبرى الذي يواجه العراق في بناء دولة المؤسسات، دولة العدل. لكن هل العراق وحد الذي يواجه هذا التحدي أم العالم أجمع؟ أنا أعتقد أن العالم أجمع يواجه هذا التحدي. بالحقيقة ما سمعنا من سيادة نائب الرئيس بكل وجوه هذه الساعة معه مشاكرين لك كل الوقت، طرح أمامنا كل التحديات وطرح أمامنا كل النظرة الشخصية والرؤية، وهذا بالحقيقة طمأنا كثيرا ويطمئن. وما يعني أننا في هذه الزيارة إلى العراق كانت مناسبة لكي نبين تضامننا مع الشعب العراقي وتضامننا ككنيسة في لبنان مع الكنيسة في العراق، والتأكيد أن الكنيسة هي في خدمة المجتمع. هذه الذكرى هي حافز لنا جميعا كي نتطلع نحو المستقبل بالرجاء أن الشعب العراقي يستطيع أن ينهض من الرماد الذي أوصله إليه العنف والإرهاب لكيما يشرق بمستقبل حضاري مدني مبني على المؤسسات والديمقراطية والحريات المدنية والدينية،